السلام عليكم كثيرين، كنتمنى تكونوا بخير وعلى الف خير. اول حاجه هو مبروك 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 هذا النهار، الله يدخلوا عليكم بالصحه والسلامه وبالعافيه وبطوله العمر. مبروك 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 عيدكم. كنشكركم بزاف على التعاليق اللي خليتوا لي، على اللايكات اللي خليتوا لي في هذاك الفيديو، وان شاء الله باقي ما سالاش هذاك الفيديو حيت باقي نهضر على هذاك الفيديو ان شاء الله، حيت خليوا لي شي تعاليق ان شاء الله وباش ما كان نهضر. ولكن اليوم كما قلت لكم كما وعدتكم المفاجاه اللي كنت باغي ندير ان شاء الله، وهي كجيت عاد الخوادريه كيفاش ندير ما نجيش ما ندوش العيد عاد الخوادريه. اليوم راه والله العظيم والله العظيم فرحان بزاف حيت الحمد لله جيت عاد العائله، والنهار هذا نهار كبير، واحد ضروري خاصو يدوزو مع العائله ديالو ويدوزو مع الحباب والصحاب. والحمد لله، واول حاجه بغيت نشكركم بزاف، والله يدخل عليكم هذا النهار بخير وعلى الف خير. وما كيما كتشوفوا ها هي خواتي، الحمد لله ها هي بينا. كاين تنسيب زكريا واش ما تجيش تبارك الناس العيد؟ عيد كبير هذا اللي معنا ايوب، وجمعنا الحمد لله. مبروك عيدكم البنات، شجعوا ايوب دايرين بعدا لاباس عليكم، هانين مبروك عيدكم ان شاء الله، شعيدوا تعاودوا الصحه والسلامه وطوله العمر يا ربي امين. المهم اليوم فرحانه البنات، والله ما قدرتش خرجت الهضره لانني فرحانه اليوم غيدوز معنا الايوب العيد. صلى الله البنات دار لنا مفاجاه ما كانتش في راسي، انت قال لك غنجي نعيد، فرحانين بزاف يوم كبير هذا. المهم بقاو معايا في الفيديو، هذا الفيديو راه غيكون فيديو اللي خيالي، فيديو اللي غيعجبكم بزاف ان شاء الله، غيعجبكم بزاف ان شاء الله. بقاو معايا في الفيديو، بقاو متابعين الفيديو ان شاء الله. شجعوا البنات باللايكات ديالكم وباش يحط لينا دائما وباش يبقى يشارك معنا الفلوقات ونعرفوا شنو كيدير ونعرفوا اخباره من الفيديوهات، لان ايوب عزيز بزاف البنات. المهم خليكم مع الفيديو. وزكريا خلينا نشوف نوريو الحوايج بعدا. يلا قوموا يلا دفعوا الحوليه كما كتشوفوا راهم فرحانين. تبارك الله على القزير. هو القزير علم اليوم غيعلمني، اليوم غيعلمني كيفاش نذبح. صباح الخير، كنتمنى تكونوا بخير وعلى الف خير. سمحوا لي الا ما كملتش لكم الفيديو ديجا البارح، ونهار العيد كنت شويه ديرونجمو، كان خاصني كان عندي غير نهار، وكنت ضروري خاصني نمشي نشوف يعني خواتاتي وخوتي والحباب والصحاب، راكم عارفين داز نهار اللي زوين الحمد لله، نهار واعر واعر واعر، عيد احسن عيد دوزت الحمد لله. الامور دازت كلشي زوينه. البارح كنت باغي نكمل لكم الفيديو البارح وباش ندير لكم الفيديو اليوم، ولكن مرجعت من الحك الميلانو مال بينسا، لقيت الاضراب ديال الترينات صافي، ايوا بقيت تما ما نروحش حتى 12 ديال الليل صافي، رجعت للدار رجعت عيان، ما قديتش نكمل لكم الفيديو. المهم انا ان شاء الله اليوم غنكمل لكم الفيديو. كملت الفيديو هي كما قلت لكم في الفيديو اللي قبل، كنت درت لكم السيتو والابليكاسيون باش لا بغيتو تخلص الطياره رخيص، يعني شوفوا بيومانو الرخص ديال الطياره. انا ان شاء الله دابا غنوريكم بالضبط في التليفون
كيفاش غديروا، كيفاش تقطعوا، يعني اشنو ديروا، كيفاش تقلبوا يعني على الطيارات اللي كيكونوا الخاص. وان شاء الله بقاو معايا وتابعوا الفيديو مزيان. الا ما فهمتوا شي حاجه ان شاء الله قولوا لي ورا نشرحها لكم مزيان. المهم كما كتشوفوا معايا انا غنوريكم دابا حيت طلبتوني المره اللي فاتت، انا ديجا كنكتب لكم www.edreams.it كما كتشوفوا، او تسكاريكيو لابليكاسيون من البلاي ستور او الاب ستور. المهم هذا إدريمز كتوريكم الاثمنه ديال الشهر كله، يعني الشهر يعني شهر 7 او شهر 8 او شهر 9. المهم كتعطيكم واحد الانديكاسيون اللي كتقول لكم نهار الايام اللي كيكونوا كتكون رخيصه الطياره، وكيطلعوا كاع جميع الطيارات، وكيطلعوا لكم كاع الاثمنه اللي رخاص، يعني نهار اش اللي كيكونوا رخاصه. المهم حاجه المهمه هي اللي بغيت نقول لكم انا، المهم كما كتشوفوا دابا كندير كازا، يعني متوجه الى روما او نابولي على حساب، هذا غير اكزامبل. المهم الحاجه المهمه وهي بغيت نقول لكم وهو معمركم تخلصوا من الاي دريمز، خلصوا دائما، يعني ملي كطلع لكم الطياره ديك الساعه كما كتشوفوا غنوريكم، يعني عاده دخلوا الموقع ديال الطياره، الا كانت رايانير دخلوا رايانير، الا كانت رويال دو ماروك دخلوا رويال دو ماروك. المهم انا درت هنا منين باغي نمشي وفين باغي نمشي، هذيك الساعه طلع لي البيو ايكونوميك وبالخضر راه كما كتشوفوا دايره 100 او نهار 6 كما كتشوفوا دايره 107 اورو على حساب. هما دابا شهر 8 طلع لك كلشي الاثمنه، غتعرفوا بيومين النهار اللي كيكون رخيص، يعني نهار 6 داك النهار كتكون شويه رخيصه. انا درت من كازا روما، ديك الساعه توريكم حتى لو سكالو اللي كاين، يعني الا درنا من كازا روما راكم غطلع لنا الطيارات، جميع الطيارات وجميع الاثمنه اللي كاينين. المهم اللي رخيصه هي دايره 155 اورو، ولكن فيها اون سكالو، يعني كتقول لكم راه غتركبوا في الرويال دو ماروك، وديك الساعه غتبدلوا فوق وغتشدوا اكادير، من اكادير غتشدوا الرويال دو ماروك والرويال دو غتشدوا الرايانير سمحوا لي، ومن الرايان يعني من اكادير غتمشيو لروما هذيك الساعه كما كتشوفوا. المهم على حسب، بعض المرات كيكون سكالو، بعض المرات ما كيكونش لو سكالو، انا كنعطيكم غير اكزامبل، وهذيك الساعه نتوما عاد غتشوفوا ان شاء الله وتشوفوا النهار اللي بغيتوا تمشيو فيه والحاجه اللي يعني كافيستا كومودو. المهم نقدروا نبدلوا كاع، نديروا سولانداتا، نبدلوا نديروا من هاد المره نديروا من روما وغادي لكازا. هذيك الساعه كيطلع لكم شهر 8 كله، شهر 7 كله، جورني بيون ايكونوميك، يعني النهار اللي الايام اللي كيكونوا رخاص كيطلع لكم بالثمن بالخضر كما كتشوفوا. نهار 31/7 داير هذاك الثمن، او نهار 21 في شهر 8 داير 94 اورو، يعني ديك الساعه نتوما غتعزلوا ان شاء الله وتشوفوا. ولكن اللي كنقول لكم ننصحكم وهي ما عمركم ما تخلصوا من اي دريمز، يعني الا شفتوا رخيصه الطياره يعني في الرايانير دخلوا هذيك الساعه السيتو ديال رايانير وخلصوا من رايانير، ما عمركم ما تخلصوا من الاي دريمز. المهم هنا كيطلعوا لكم جميع الطيارات، يعني تاب بورتوغال، يعني كطلع لكم رويال دو ماروك، ايتا اي وايس، يعني جميع الطيارات. المهم الحاجه المهمه وهي كما كنقول لكم ما تخلصوش من ايدريمز، حيت انا شفت واحد خلص من ايدريمز وديك الساعه ما كيمشي تما ما كيقبلوش ليه البي، حيت بعض المرات كيكون شويه مختلف الثمن، يعني ماشي بزاف ولكن غير شويه.